قال مجلس الوزراء السعودي إن عدد المعتمرين لهذا العام سجل رقما قياسيا جديدا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة للمعتمرين هذا العام وصلت إلى حوالي 7 ملايين تأشيرة. وجدد مجلس الوزراء السعودي عقب اجتماعه اليوم اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار. وقال المجلس إن ذلك يأتي انطلاقا من دور السعودية الريادية الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم.